أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق مسيرتين ونحو 10 صواريخ على الأقل من لبنان باتجاه الجولان وإصبع الجليل. أضاف بيان للجيش أن حريقا نشب في شمال الجولان إثر سقوط المسيرتين. أفادت مراسلة العربي بدوي صفارات إنذار متتالية شمالي الجولان المحتل واعتراض صاروخين بعد تسلل مسيرتين. بينما قال حزب الله إنه استهدف مرابض مدفعية للاحتلال في الزعورة بالجولان المحتل، كما شن هجوما بالمسيرات على مقر كتيبة المدفعية في أودم ردا على استهداف القرى الجنوبية.